السلام عليكم. انفجارات وضربات غامضة هزت الحدود العراقية السورية ليلة يوم أمس، وهي جاءت في الجانب السوري وفي نقاط مهمة وخطيرة للغاية. تفاصيل مهمة جدا، وهذه التفاصيل جاءت عن طريق وكالات سورية مثل وكالة عين الفرات، مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان، وحتى العربية جديد جاءت بتفاصيل حصرية عن طريق مراسلهم مما جرى. الآن الهجمات كلها جاءت هنا الأراضي السورية كما تلاحظون إلى غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، وتحديدا في الميادين. لنقترب من الميادين، هذه التفاصيل هي تحدثت ببساطة عن أن النقطة تحديدا التي ضربت هي لم تكن في الميادين بشكل مباشر، وإنما كانت في نقطة ما بين مزار عين علي وما بين نقطة موجودة هنا في العشارة، في بادية العشارة، في سوق الغنم، بحسب هذه التفاصيل القادمة من المرصد السوري لحقوق الإنسان وكذلك من وكالات أخرى موجودة. وبالتالي هذه هي المنطقة التي استهدفت تحديدا، وكان هنالك تحليقا أساسا منخفض العلو تماما في هذه المنطقة، اقترب من هذه المنطقة، وبعدها فجأة ظهرت الانفجارات وسمع دوي الانفجارات، ووجدوا مباشرة هذه الوكالات بحسب ما تحصلوا عليه بأن مقرات تابعة للفصائل المسلحة المقربة من إيران هي التي استهدفت هذه المقرات، طبعا في هذه النقاط تحديدا، وهذه النقطة مليئة بالفصائل المسلحة، مليئة كذلك بعناصر من الحرس الثوري الإيراني الذين يأتون إلى هذه المنطقة ويغادرونها. وسبق للتحالف الدولي أن استهدف هذه المنطقة، هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف هذه المنطقة. بعدها فجأة ومباشرة هذه الفصائل المسلحة حاولت من عملية مهاجمة هذه القاعدة، وهي قاعدة حقل العمر النفطي الذي طبعا يتواجد فيه التحالف الدولي، القوات الأمريكية، من أجل الرد على هذا الهجوم. يبدو أن هذا الهجوم كان مؤثرا، ولذلك هم حاولوا بالرد على هذا الهجوم، وفجأة جاءت الطائرات الخاصة بالتحالف الدولي، كانت تراقب كل شيء وقامت بمهاجمة هذه الأطراف، وقامت باستخدام الرشاشات الموجودة بهذه المروحيات طبعا بحسب مراسل العربية الجديد، وبعد ذلك أوقفوا أي هجوم كان من الممكن أن يكون قادما على حقل العمر النفطي. لم يكن هنالك أي بيان صادر من التحالف الدولي تجاه هذه المسألة أو بيان من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عادة يعني إن لم يكن هنالك بيانا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف الدولي لم يكونوا خلف هذه العملية. وفي العادة تذهب أصابع الاتهام لإسرائيل بأنها هي من قامت بهذه العملية، لأنها عملية من دون إعلان مسؤولية. هذا هو ما متعارف عليه في الساحة السورية عندما نتحدث عنها، أو حتى في ساحات أخرى في الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس كانت الاتهامات تذهب لإسرائيل بأنها هي من قامت بهذه القضية، ولكن بشكل مفاجئ الصحف الإسرائيلية فجأة بدأت تتحدث عن معلومات حصرية مما جرى، وتحدثت وقالت بأن الحرس الثوري الإيراني وثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هذه العملية التي جاءت بهذا الشكل، وكان هنالك أيضا جرحى من الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة تحديدا. وعادة الوكالات السورية غير قادرة على الوصول لمثل هذه المعلومات تحديدا الدقيقة، لأن هذه المنطقة محاصرة من قبل الفصائل، خاصة مقرات ومواقع عسكرية فيها حرس ثوري، فيها فصائل مسلحة مقربة من إيران. من الصعب جدا معرفة مثل هذه التفاصيل، وبالتالي الصحف الإسرائيلية مثل الآي 24 فجأة ظهرت وتحدثت بشكل واضح عن هذه المعلومات الدقيقة. يبدو بأنهم يعرفون الكثير من التفاصيل، لذلك هذا قد يجعل إسرائيل فعلا هي الأقرب إلى حقيقة ما تم في هذه المنطقة. أيضا ما هو مثير بأن هذه الضربات التي نتحدث عنها هي تأتي بعد ساعات فقط من تصريحات مثيرة صدرت من هذا الرجل، وهو أفيف كوخافي، هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في جامعة رايخمان في تل أبيب. قال بأننا نحن المسؤولين عن هجمات تمت، وهجمة كبيرة تمت على الحدود العراقية السورية على قافلة كانت قادمة من العراق إلى سوريا الشهر الماضي في 8 نوفمبر، في تبني ليس حقيقة معتادا عليه أن إسرائيل تقوم بعملية تبني مثل هذه العمليات بهذا الشكل. قال كنا خلف هذه العملية. وما هو مثير بهذا الأمر بأنه أضاف معلومات خطيرة عما جرى، بأن هذه القافلة القادمة، والتي طبعا المصادر العراقية المصادر الإيرانية تحدثت بأنها كانت محملة بالوقود قادمة من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان لمساعدة الشعب السوري،
هذه القافلة كما تحدث، قال بأن الأمر ليس كذلك، القافلة مكونة من 25 شاحنة، وبأن المخابرات الإسرائيلية بحسب التفصيلات التي ذكرها قال بأنها كشفت بأن ثامن شاحنة من هذه الشاحنات هي التي كانت محملة بالأسلحة، الباقي كانت محملة طبعا بالوقود. وعلى هذا الأساس الإسرائيليين في ظل هذه المعلومات بمجرد ما دخلت هذه القافلة جاءت الطائرات الإسرائيلية بحسب تصريحاته وقامت بتوجيه الضربة الكبيرة التي طبعا أدت إلى قتلى وإلى جرحى. وبالتالي هذا طبعا الأمر هو كان أمرا خطيرا للغاية، وكانت هنالك تحقيقات عراقية على هذه المسألة. وطبعا هذه التصريحات هي توضح بشكل مباشر بأن التحقيقات العراقية كانت دقيقة، اتهمت إسرائيل بأنها هي من قامت بهذه العملية، وها هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول نعم نحن من قمنا بهذه العملية وأضاف هذه التفاصيل. الاستغراب الكبير كما تحدثنا بأن إسرائيل تبنت هذه العملية وهو أمر ليس معتاد عليه. قناة كان العبرية قالت بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تبنى هذه المسؤولية بهذا الشكل الرسمي والواضح، وذلك من أجل إرسال رسالة لإيران بأننا نعرف كل ما يجري، نعرف كل ما يدور وسنردعكم. هذه أيضا توضح من جانب آخر أن هنالك خرقا استخباريا في العراق خطير للغاية، خاصة إذا ما دققنا وعدنا إلى هذه الضربة مرة أخرى وحاولنا أن نأخذ عددا من التفاصيل. هذه واحدة من اللقطات لهذه الضربة الخطيرة التي جاءت على الحدود السورية. كما تلاحظون التصوير يأتي من الحدود العراقية إلى الداخل السوري، واضح صورة الرئيس السوري بشار الأسد، واضح بأنها متقدمة عن النقطة الخاصة بسوريا كما تلاحظون هنا. وبالتالي نحن أمام الصورة، أمام النقطة، وأمام هذا العمود الذي يأتي طبعا كما هو واضح خلف هذه النقطة الخاصة بالجيش السوري أو بسوريا طبعا. ويوضح أيضا بأن الانفجار هو يأتي متوازيا تقريبا مع هذا العمود الذي نتحدث عنه. وعلى هذا الأساس واضح بأننا أيضا أمام ساحة يبدو هي التي تعرضت لهذه الضربة. هذه مسألة مهمة إذا ما انتبهنا إليها لنتجه إلى القمر الصناعي. هذا هو العراق، هذه هي سوريا. إذا ما اتجهنا الآن إلى القائم، هنا القائم، هنا البوكمال، لنأخذ التفافة بسيطة إلى اليمين لكي ندقق في هذه المسألة. هذه هي النقطة العراقية والنقطة السورية. عندما تقترب من النقطة السورية ونحاول أن نأخذ صورة أوضح إذا ما عدنا إلى عام 2021 من أجل أن نحصل على صورة أوضح لهذه المنطقة ولكي نحدد بشكل دقيق هذه المنطقة، سنلاحظ بأن صورة الرئيس السوري بشار الأسد واضحة من خلال الظل هنا، وبالتالي هي هنا، وبعدها تأتي هذه النقطة ونقطة التفتيش المهمة السورية، وبعد ذلك يأتي هذا العمود هنا، وواضح تماما من خلال الظل طبعا ومن خلال هذه الصورة التي تعتبر هي الأوضح. وعلى هذا الأساس الضربة واضح جدا، والانفجار والعملية الإسرائيلية جاءت في هذه المنطقة. يبدو أن الشاحنات توقفت هنا وقاموا بهذه العملية التدميرية للغاية. ما الهدف من رؤية هذه النقطة تحديدا في ظل أن الإسرائيليين تبنوها؟ هي توضح أنها دخلت هذه القافلة على بعد أمتار بسيطة دخلت لهذه المنطقة وتعرضت للضربة. وهذا يوضح أن هنالك نوع من الخرق في العراق، هم يعلمون تماما أين كانت هذه الشاحنة كما هم يتحدثون طبعا، وبأن الشاحنة رقم 8 كانت محملة بالسلاح بحسب تصريحاته. طبعا التصريحات مرة أخرى العراقية والتصريحات كذلك الإيرانية نفت هذه المسألة، وليس هنالك أسلحة نهائيا بحسب هذه التصريحات. ولكن كما تحدثنا الواضح تماما بأنهم يريدون إعلام إيران بأننا موجودون ونعلم أي ناقلات تأتي إلى العراق من إيران إلى العراق، وبمجرد ما تدخل سوريا سنقوم باستهدافها. هذا يعود بسبب أن هنالك قلقا إسرائيليا تناقلته المواقع الأمريكية مؤخرا من مسألة التعاون الروسي الإيراني، فهم يرون الآن بأن روسيا في ظل أنها بدأت تخفض تواجدها في سوريا هي في نفس الوقت بدأت تتعاون مع إيران في ظل التعاون الكبير على مستوى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مستوى الحرب الأوكرانية، وبأن طبعا الروس وجدوا بأن الإسرائيليين الآن يعاونون الأوكرانيين ضد روسيا على المستوى الاستخباري على مستوى المعلومات المرتبطة بالطائرات المسيرة وغيرها الإيرانية. على هذا الأساس بدأوا يجدون الإسرائيليين الآن بأن روسيا تمكن الإيرانيين بشكل أكبر من أجل أن يكونوا متواجدين طبعا في الأراضي السورية، والفصائل المسلحة يعطونها قوة أكبر، يسيطرون على قواعدهم، وبالتالي إيران ستكون لها اليد العليا في سوريا في عملية الضغط على الإسرائيليين في ضغط روسي غير مباشر. هذا هو قلق الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس
هي قد تفسر الكثير من العمليات التي رأيناها من الضربة التي جاءت على الحدود العراقية السورية على سبيل المثال، على هذه الناقلة أو على هذه الشاحنات التي تحدثنا عنها طبعا في الشهر الماضي، والضربة أيضا التي جاءت في الميادين. وهذا يوضح أن الإسرائيليين الآن هم لم يعودوا ينسقون مع الروس في هذه المسألة، وأيضا أنهم بدأوا يضربون كل شيء قريبا من الحدود العراقية السورية، وهذا قد يفسر الكثير من التصعيد الذي نراه في الفترة القادمة. وهذه طبعا التفاصيل، وهذا التخوف الإسرائيلي كان واضحا مثلا من موقع أكسيوس الأمريكي كما تلاحظون في 12 ديسمبر قبل 3 أيام، وكان واضحا بأن هنالك قلقا من التعاون الروسي مع الإسرائيليين. هذا الضغط وهذه الضربات التي تحدثنا عنها التي جاءت في سوريا هي تأتي في ظل ضغط كبير جدا يأتي على الإيرانيين بسبب تعاونهم مع روسيا مرة أخرى. التعاون وصل إلى مراحل متقدمة على مستوى الصواريخ البالستية الآن، إلى درجة إلى أن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي قال يوم أمس: لدي أدلة تشير إلى إبرام صفقة تتعلق بصواريخ بالستية من إيران إلى روسيا. ومسألة التعاون الإيراني الروسي ستناقش في مجلس الأمن الدولي بعد 4 أيام من اليوم في 19 ديسمبر. هنالك نقاش وقد نرى تصويتا أو قرارا في هذه المسألة، خاصة وأن هنالك من الولايات وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية في 8 ديسمبر كان هنالك إعلانا قادما من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الكونغرس قام بتشكيل لجنة خاصة بالتوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين عملية مراقبة التقدم النووي الإيراني الجديد الذي رأيناه في منشأة فوردو، وبدأوا يخصبون اليورانيوم بنسبة 60% طبعا في هذه المنشأة، وبالتالي منشأتين تخصب بهذه النسبة العالية، وفي نفس الوقت أيضا مراقبة البرنامج وبرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية التي طبعا الآن بدأنا نسمع عنها الكثير، بدأنا نسمع عن وصولها وقرب وصولها لروسيا. بعض التقارير قالت روسيا تسلمت هذه الصواريخ، وعلى هذا الأساس يريدون أن يحققوا هذه الرقابة، وبأن هذا المشروع وهذه اللجنة ستتشكل أساسا العام القادم وهي جزء من ميزانية عام 2023. باب منندز هذا الرجل الذي ترونه أمامكم رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي قال بأن هذا المشروع سيعزز الجهود لمنع إيران طبعا من الوصول للسلاح النووي وإشعال المنطقة، وجعل الجميع يذهبون للقنبلة النووية. مثلا المملكة العربية السعودية، دول الخليج العربي كما تتحدث دائما، ستصل أيضا للقنبلة النووية إذا ما وصلت إيران إلى هذه القنبلة. على هذا الأساس هم يريدون مراقبة إيران، وأيضا الضغط الذي تتعرض له إيران بدأ يصل إلى مراحل متقدمة. بدأت مرحلة عزل إيران دوليا بشكل خطير. يوم أمس كان هنالك تصويتا في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي على عملية مشروع أمريكي يطالب بإخراج إيران من لجنة وضع المرأة الذي تعتبر إيران جزءا منه، وفعلا كان هنالك تصويتا بالأغلبية ب29 صوتا من الدول الموجودة طبعا في هذا المجلس، مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، وخرجت إيران تماما من هذه اللجنة، وبالتالي إيران لن تكون في هذه اللجنة بعد الآن في ظل التظاهرات طبعا التي تأتي. هذا القرار جاء بسبب التظاهرات وما يجري ضد النساء من قمع كما تراه طبعا هذه الدول، وصوتت على هذا الأساس وأخرجت إيران، وستكون إيران خارج هذه اللجنة حتى عام 2026. وطبعا إيران تحاول العودة، تحاول إعادة الأمور، تحاول أن ترمم الأمور، وهذا بدأ ظاهرا من يوم أمس بأنها صرحت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن ستزور إيران لمراقبة المنشآت النووية الموجودة لتلقي نظرة في طهران على ما يجري كذلك، وبالتالي إيران تحاول إعادة مسألة المفاوضات النووية والمحادثات، لأن أوروبا بأكملها مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها نفور من الإيرانيين، وهو ما يضع الموقف في نقاط محرجة. إذا لم تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى شيء مع إيران، هو قد يعني بأننا أمام نقطة حرجة للغاية في الفترة القادمة. السؤال الأهم: كيف من الممكن أن يكون التصعيد في الفترة القادمة في الشرق الأوسط بعد هذه الضربات الغامضة المتكررة التي تذهب الاتهامات مباشرة لإسرائيل بأنها هي خلف هذه المسألة؟